دي مش ملحمه لعنتر ابن شداد ولا سيره ابو زيد الهلالي، دي حكايه حصلت بجد، بتحصل لشباب كتير قوي اليومين دول، ولسه هتحصل هتحصل هتحصل. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي، حبيت يا ليل وحبيبي القديم بعني، لبس هدومه الجديدة وجاني البيت ودعني، بكى وبل المحارم قلت له هو البكا صنعتك ولا الدلع يعني، قالت لي انا لا البكا صنعتي ولا انت جيت في يوم يا يسري تدلعني. اسمع معايا حكاية حب حقيقية يا عاشق الحواديت، بداية الحكاية بتقول الزمان 1996، المكان كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، شارع اسماعيل محمد ناصر، شجرة الدر بالزمالك. كنت قاعد في بداية العام الدراسي مستني بنات الدفعة الجديدة عشان اختار منهم بنت جميلة ارتبط بيها وتبقى الجير فريند بتاعتي. دخلت بنت جميلة اسمها هديل، الشعر طويل اسود سواد الليل، جمالها ما يتوصف ولا في الحواديت. العبد لله لما يقعد يغني من الصغير للكبير، من الطلبة يحبوا يقعدوا يسمعوه. جت هديل وتعرفت عليا وتعرفت عليها، بالليل اقعد اغني اغني للعرب والهاي سوسايتي، واكسب فلوس كتيرة اصحى الصبح يضيعهم مع هديل في اكبر الاماكن. عدينا على الموضوع دوت سنة، وجت السنة التانية بسأل عليها قالولي هديل حولت حقوق عن شمس. قلت يا واد يا يسري لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، خليك في مستقبلك وشريطك اللي بتحلم بيه. عدى شهر رمضان قبل اللي فات، وبغني في مطعم المطاعم الكبيرة، ألاقي هديل دخل علي المطعم معاها راجل كبير عجوز لابس بدلة سموكن كنت فاكره أبوها. قعد وطلب لنفسه درينك وطلب لها درينك، قلت ممكن فعلا يكون أبوها. دقيقة واحدة وإيده حضنت إيديها، عرفته إنه مش أبوها. عدى يوم وجات التاني، وعدى التاني وجات التالت، آخر ما زهقت منها قلت لها وحياة الليل اللي سهرته وهواك اللي أنا عمري ما كنت هتشوف الويل. وقد كان سبت مكاني ورحت غنيت في مكان تاني في آخر مدينة نصر، وابتديت أتعرف. عرفت هديل إن أنا ابتديت أتعرف، قالت لأصحابها صلحوني عليه. بغني في مكان تاني وفي زمان تاني بعدها بسنتين، تتوقع أبص ورايا ألاقي مين. ألاقي هديل جايالي مع واحد تاني، وفي زمان تاني وفي مكان تاني، شافتنا كنا شافت ابوها، قالت له ميزو مش عايزه اقعد جنب المزيكا. قعدت بعيد عني وانا بغني شويه، وميزو ساحب هديل وبيلعبوا بلياردو وبتبص لي وبتضحك. قمت قلت لها قلت لها يا طير يا اللي انا حبيتك وما طمرش فيك حرام عليك. لقيتها عيطت وقالت له ميزو اطلب الحساب وانا مستنياك بره في عربيه مامتك. خدت العود ومشيت وراها هي وميزو، قلت لهم ايه حرام 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 حرام. وعلى رأي المثل يا مآمن للحريم يا مآمن للمعزة وسط البرسيم.